البيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم، وبنبدأ فقرتنا الحوارية دي. وفقرة الحقيقة هتكون فيها ملفات كتيرة جدا، يمكن أهمها طبعا يعني اللي بيشغل بال حضراتكم، أكيد ماتش امبارح بيشغل قطاع كبير جدا من جمهور النادي الأهلي. النهاردة معانا واحد من أبنائه، أبناء النادي الأهلي اللي كانوا الحقيقة في الجيل الذهبي مع مستر مانويل جوزي. والحقيقة ناس كتير بتتكلم من امبارح على أداء الأهلي، ناس كتير ممكن ما تكونش سعيدة بالمباراة، سعيدة بأفراد، بعدد من اللعيبة، أولهم الشناوي أجاييه. فالنهاردة كمان عودة أجاييه للتهديف، يعني عودة قوية جدا يمكن متسلط عليها الضوء بشكل كبير، وهي دي ماتشات أجاييه الحقيقة. بعد كمان ما تعافى من أصابة كان بيتلقاه في مباراة نهائي أفريقيا أمام الزمالك. ضفنا النهاردة الكابتن عبد الله فاروق، نجم النادي الأهلي السابق. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جاي من السعودية قريب؟ يعني بقى لي أسبوعين ثلاثة كده. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فاروق منورنا. ربنا يخليك يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله بخير؟ كله بخير الحمد لله. جاي من السعودية فترة، أعتقد أنت يمكن كنت متواجد السنة اللي فاتت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. حاجات مهمة جدا انت بتأهل نفسك انك ان شاء الله يعني تكون على اطار او في سكة التدريب بإذن الله. قول لي برضو فترة السعودية عملت فيها ايه واستفدت منها ايه؟ والله يا كابتن يعني كنت انا مش رايح معايشة لنادي معين، انا اخويا قاعد هناك وبتاع، فانا رحت لاخويا قعدت معاه، فنزلت كام نادي كده كذا تمرين كده، بتفرج من التمارين بشوف المدربين بتشتغل مع اللعيبة ازاي، بشوف الدنيا ماشيه ازاي. برافو عليك، يعني برافو عليك انت، حتى لو انت دلوقتي مش متواجد ما بتشتغلش في قطاعات الناشئين، لكن كمان بتتفرج وبتشوف وبتستفيد يعني. بالظبط، ما هو يعني انا كنت اخر سنه، السنه اللي فاتت كنت مع النادي الاهلي، والسنه دي ما كملتش في النادي، فالسنه دي ما كانش في نصيب ان انا اشتغل، فاستغليت الوقت الفاضي اللي انا فيه، فسافرت اتفرج اشوف حاجات جديده، اشوف تمارين جديده، اشوف حاجات انا استفيد بيها، انا اتعلمها يعني. لقيت حاجات مختلفة يعني، لقيت شوية حاجات تدريبات مختلفة، النظام العام هناك في قطاعات الناشئين في السعودية ماشي بشكل مختلف، يعني قول لنا برضو ايه اللي شفته وايه اللي ممكن حتى نستفيد بيه هنا في مصر، يعني مش عيب ان احنا نستفيد من تجارب ناجحه يعني. لا هي يعني بالنسبه الامور بدات تتطور معاهم شويه، يعني هم بداوا يهتموا بقطاع الناشئين شويه، بداوا يهتموا بالحته الناشئين دي، بداوا يجيبوا مدربين كويسين يبداوا يشتغلوا شغل معاهم كويس، زي ما كنا احنا بنعمل زمان مع النادي الاهلي لما كان مستر كروفر جانا عندنا. مدربين اجانب يعني. بالظبط، او طلع اجيال في النادي الاهلي، فهم بداوا يهتموا بالحته دي كويس قوي يعني. فروحت يعني اتفرجت على كذا تمرين واتفرجت على كذا حاجه كده، وربنا يكرم ان شاء الله نبدا بقى ننفذ هنا ان شاء الله باذن الله. قطاع الناشئين مسؤوليه كبيره طبعا، وانت بتتكلم على سن يمكن خطير يعني، بس انت كنت لحد من فتره قريبه جدا مع قطاع الناشئين. قول لي اللي انت شفته كابتن بعينك جوه داخل القطاع، ايه اللي الاولاد يعني المفروض يعني يعتمدوا عليه الفتره الجايه؟ احنا بنتكلم عن مستقبل، لما بنتكلم عن الناشئين بنتكلم عن مستقبل اولاد النادي الاهلي. ايه القطاع واقف فين؟ محتاج ايه ابناء النادي الاهلي؟ محتاجين ايه من وجهه نظر؟ لا احنا يعني عندنا في النادي الاهلي عندنا قطاع على اعلى مستوى ما شاء الله يعني، لحد انا كنت شغال السنه اللي فاتت، انا السنه دي مش يعني ما كنتش متواجد او ده انا لسه راجع، لكن لحد السنه اللي فاتت عندنا قطاع، عندنا لعيبه كويسه جدا، عندنا لعيبه طلعت اصلا اوريدي في الفريق الاول مواليد 2001 ومواليد 99، في لعيبه موجوده في الفريق الاول، فعندنا قطاع كويس يعني، عندنا قطاع مبشر يقدروا يلعبوا ويقدروا يكملوا مسيره اللعيبه اللي موجوده في النادي يعني. يعني هم شغالين كويس اعتقد، وجايبين السنه دي مدير فني اجنبي فشغال معاهم بشكل روكتش. كويس مطمن يعني يعني انا بالنتائج اللي القطاع عاملها وبالشكل اللي القطاع عامله، لا يعني ان شاء الله في تقدم في قطاع الناشئين يعني. اكيد في تقدم في قطاع الناشئين، وده كان ملف مهم جدا جدا، مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب كان اشتغل بشكل احترافي فيه، مدير فني اجنبي عنده خبرات كبيره جدا، خالد بيبو ماسك رئيس القطاع بيعمل شغل اكتر من رائع، وزي ما انت بتقول يا فاروق ان ظهرت الكلام ده بدري شويه، عندنا لعيبه على مستوى عالي جدا، عربي بدري راح اعاره، عندنا حمزه حارس مرمى، في لعيبه وشادي اعاره، كل دول مواليد 2001، فان شاء الله احنا مطمنين على قطاع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، اللي هو نواه المستقبل، دايما جماهير النادي الاهلي بتحب لعيبه النادي الاهلي تكون من ولاد النادي طبعا غير المحترفين. النادي الاهلي انت شايفه ازاي؟ خاصه المشوار من بعد الرجوع من كاس العالم للانديه، مشوار الدوري
شايفه ازاي؟ قيمت النادي الاهلي ازاي؟ وخاصه يمكن مباراه طلع الجيش، يعني الناس زعلانه من الاداء. لا هو المفروض الناس ما تزعلش كده، المفروض الناس تقدر اللعيبه اللي موجوده اللي جايه من سفر، جايه من بطوله افريقيا، في اجهاد، جايه من كاس عالم، انت بتلعب كل 3 ايام ماتش، فالطبيعي ان انا اللعيبه مجهده. انا اهم حاجه عندي الفتره دي ان انا اكسب، عايز ارجع الثقه للعيبه تاني. المكسب اهم من الاداء كتير الفتره دي. عايز اكسب، عايز اتصدر الدوري، عايز اتصدر مجموعتي في افريقيا، فاهم حاجه عندي انا المكسب دلوقتي، واللعيبه مجهده. يعني النتيجه مش الاداء، النتيجه مش الاداء هو المهم من وجهه نظر. هو احنا طول عمرنا متعودين على اداء ونتيجه، لكن انا بتكلم في الفتره دي، في فتره الاجهاد اللي اللعيبه فيها. لا اللعيبه مجهده، احنا محتاجين النتيجه دلوقتي، محتاجين النتيجه، محتاجين نتصدر الدوري، محتاجين نتصدر المجموعه بتاعتنا في افريقيا، وبعد كده الاداء هيجي واحده واحده لما اللعيبه تخف من الاجهاد شويه وترجع اللعيبه المصابه ترجع، يبقى في عمليه روتيشن بشكل اكتر من رائع. انا بتفق، كل فرقه في العالم بتمر بهذه المنحنى، يعني منحنى كده بيمر. والاهم دايما في لغه الكوره، وانت عارف كنت لعيب كبير، يقول لك الفرق الكبيره حتى وهي وحشه تكسب، بتكسب. هو ده المهم، يعني هي دي ميزه النادي الاهلي، وانت مش مقدم اداء كويس بس بتكسب، بتعرف تكسب، بتعرف تاخد اللي انت عايزه من الماتش. اهم حاجه عندك انت عايز تكسب، فبتنزل اداء مش كويس، لعيبه مجهده، بس بتعرف تاخد اللي انت عايزه. هو دي مست النادي الاهلي على طول، متعودين على كده طول عمرنا. يعني امبارح كانت مباراه شفنا فيها قوه، شفنا فيها شراسه، بتلعب انت مع وصيف كاس مصر النهارده، يعني فالمباراه كانت مهمه جدا جدا، وكانت طبعا بحضور كابتن حسام البدري اللي اكيد يعني عينه على اللعيبه بشكل كبير، عشان طبعا المعسكر اللي هيكون في شهر مارس الشهر ده. فشفت ازاي المباراه ديت، خاصه ان انت يعني لولا بعد ربنا تفوق الشناوي كانت المباراه كانت ممكن تروح في منحى اخر. يعني لا هو يعني لو احنا الحمد لله عندنا الشناوي، يعني احنا مطمئنين والشناوي موجود. يعني يعني هم عامه اي فرقه في الدوري المصري بتيجي قدام الاهلي بتتادي بنفس الشكل ده. يعني امبارح لو الجيش بيادي كل مباريات الدوري بتاعته زي ماتش امبارح، كان زمان في مكان تاني خالص، مش في المكان اللي هو فيه. لكن احنا متعودين ان اي فرقه بتلعب قدام الاهلي بتعمل نفس النتيجه، بتعمل نفس الماتش، اداء عالي جدا، روح عاليه جدا، ما تبقاش موجوده في كل الماتشات. يعني لو تابعنا الجيش في ماتش تاني غير ماتش الاهلي، مش هيادي بنفس الاداء اللي ادى فيه ماتش الاهلي. ليه؟ ما اعرفش، هي اللعيبه بتيجي قدام الاهلي بتعمل كده. يعني هو النادي الاهلي من ايام ما كنت بتلعب. بالظبط. يعني ايام ما تلعب ده طبيعي، عليك ضغط كبير قوي وانت في النادي الاهلي. يعني الناس بيقول لك ماتش الاهلي هو الصيت، يعني من الاخر، يعني بلغه الكره بتاعتنا كده زي كابتن هاني ما عارف، الصيت، انت بتصيط في ماتش الاهلي ده. لما بتعمل ماتش كويس قدام الاهلي بتصيط كده، بتبقى العيون عليك. يعني انا سمعت امبارح واحد من لعيبه الطلائع تقريبا كان مهند، كان بيتكلم في تصريحات، يعني بيقول لك مع الاهلي بنلعب كوره، يعني في كوره قدام الاهلي بنلعب كوره قدام، لازم يعني فيما معناه، يعني لازم يبقى في اداء، لازم الفريق اللي قدام الاهلي يظهر. بالظبط. ما هو الاهلي بي 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 بيظهر اي فرقه، مهند ولا عال فيل، بس يعني كانت واحد هو منهم. هو يعني طبيعي، ويمكن انت مريت بالكلام ده يا فاروق، انك بتلاقي كل الفرق اللي بتلعبك حتى على المستوى الافريقي، حتى لما بتلاعب بنقول فرقه من المستوى الثاني، بتطلع كل طاقاتها وبتطلع كل قوتها، وكل لعيب بيحاول يثبت قدام النادي الاهلي ان انا لعيب كويس. بالزبط. ومتشاف المباراه، متشافه، وبالتالي كل ده حوافز ودوافع للفرق الثانيه. لكن ده قدر النادي الاهلي انه لازم يصد الكلام دوت بشكل اداء كويس وبنتيجه كويسه. وانا بايدك تماما، في فترات معينه ما اعرفش الجماهير هتزعل منه ولا لا، انك المهم عندك انك تكسب. يعني ممكن جدا كنت عملت مباراه كبيره جدا على مستوى الاداء وتعادلت، وده وارد في كره القدم يعني. وبالتالي مريت انت بحاجه زي كده في خلال مشوارك مع النادي الاهلي، انك في فترات معينه حتى مثلا مدير فني يقول لك اهم من احنا عايزين نكسب النهارده، الاداء هيجي بعد كده. فكرنا من خلال مشوارك. بالظبط. احنا يا كابتن، انا لما كنت بلعب في الاهلي احنا لحمنا موسمين من ورا بعض من كتر الماتشات، مثلا في افريقيا دوري كاس ما خدناش راحه في يعني بالظبط كان 4 ايام راحه ورجعنا تاني التمرين. فاي فرقه كبيره زي النادي الاهلي لازم تعدي بمرحله من المراحل اللي هي بتاعه الاجهاد دي. كنتوا بتعانوا من فكر الضغط وتلاحم المباريات يا كابتن، ولا لا ما كانش الموضوع ده؟ لا اكيد كنا بنعاني، يعني اكيد كان بيبقى فيه اجهاد للعيبه. بس في الفتره دي كلامنا كله بقى اللعيبه مع بعضها ان احنا لازم نكسب. ادائنا مش كويس، ممكن ما يرضيش الجماهير، بس لازم نكسب.
نرضي الجماهير بالمكسب، ما نرضهمش مثلا بالاداء. الاداء الفتره دي هيبقى صعب شويه لان انا مجهد وتعبان وجاي من سفر وجاي من كاس عالم وجاي من ماتش افريقيا، فالمهم ان انا اكسب، انا عايز اتصدر الدوري. لما اتصدر الدوري لما اتصدر الدوري هتلاقي الامور بدات تهدى شويه وهتلاقي الاداء رجع تاني. بس كان في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي غير راضي عن الاداء امبارح، توقفت عند ده ازاي تحديدا؟ وتوقفت ازاي عند اداء بعض اللعيبه؟ يعني محمد شريف امبارح برضو الناس يعني ما كانش عاجبها الاداء قوي، كلمني عن شفت التعليقات دي ازاي. ما هو يا الناس الجماهير الاهلي وعايز عايزه على طول الاهلي كسبان واداء كويس، لكن الناس اللي لعبت كوره وفاهمه الكوره عارفه ان دي في مرحله النادي الاهلي بيعاني من اجهاد فيها، فلازم تبقى فاهمه، لازم تبقى فاهمه الكلام ده. انا دلوقتي مجهد، مش هقدر، انا تعبان، مش هقدر اروح الشغل، مش هقدر ادي بنفس الاداء اللي انا اديت بيه، فلازم الناس تبقى عارفه ان انا فتره اجهاد، انا اهم حاجه عندي دلوقتي المكسب. لما هكسب الثقه هتبدا ترجع تاني، انا راجع من ماتش خساره من افريقيا، فلازم اللعيبه تبقى عندها الثقه او الثقه ترجع لها تاني. فلما الثقه ترجع لي الاداء هيبدا يرجع تاني بشكل واحده واحده يعني. وده اللي بنتكلم فيه، ان جماهير النادي الاهلي الواعيه اللي بتحب فعلا ناديها دايما، في مش هقول تاني بكرر مش موقف صعب، لكن مر من منحنى على مستوى الاداء بيقل شويه، السبورت ده بيقوم اللعيبه، وده مهم كمان تكلمنا عنه فاروق في فترات وانت بتلعب، والجماهير ازاي كانت سبب برغم عدم وجود في المدرجات دلوقتي، لكن السوشيال ميديا اكيد عندها برضو بوش وعندها دوافع واللعيبه بتحس بيها. ازاي بتحسوا بالجماهير ديت في الفترات الصعبه انها بتبقى لازم تبقى سبورت بالنسبه لك، وهي اللي بتدفعك بقى ان شاء الله تعدي المنحنى ده بشكل جيد يعني. بالظبط، يعني هو الجماهير بيبقى عامل مهم جدا في الفتره دي، طول ما انا حاسس ان انا جمهوري واقف ورايا او الناس واقفه ورايا ومسنداني وفي ظهري، انا بحاول اطلع احسن ما عندي عشان ارضي الناس دي. طول ما هم السبورت اللي هي زي ما انت بتقول يا كابتن، انت بتحاول تطلع احسن ما عندك، بتحاول تعمل احسن ما عندك عشان خاطر ترضي الناس دي. فالفتره دي مهمه جدا ان جمهور النادي الاهلي لازم يبقى واقف ورا فرقته. اهم حاجه انت بتكسب، فانت مش محتاج الاداء قوي يعني، المهم المكسب. طول ما انت بتكسب الدنيا هتبدا تظبط واحده واحده. ثنائيه وسط الملعب، وانت طبعا كنت لاعب وسط ملعب سابق، وعايزك تقيم لي وتكلمني حتى على حته الثنائيه اللي عاملها بشكل لافت للنظر، السوليه وحمدي فتحي. لا، عاملين ثنائيه روعه بصراحه، من كتر ما هم لعبوا مع بعض او من كتر ما هم كانوا في الملعب مع بعض بقى فاهمين بعض. يعني مثلا السوليه خلاص طالع من غير ما يتكلم، انا طالع حمدي واقف، حمدي بيزيد السوليه بقى واقف، الاثنين طول ما الاثنين جنب بعض على طول وفاهمين بعض بتبقى الامور اسهل، غير لما كل شويه بتغير واحد. طول ما الاثنين فاهمين بعض وعلى طول بيلعبوا جنب بعض بيبقى الامور من غير كلام، الامور بتبقى ماشيه كويسه. انا طالع انت بتقف، انا واقف انت بتروح، يعني من غير ما نتكلم الواحد بيبقى فاهم اللي جنبه بيفكر في ايه. ده على مستوى اللعيبه فاروق، على مستوى الاداره الفنيه، اداره موسيماني في الفترات الاخيره انت شايفها ازاي؟ ورؤيتك كلاعب سابق عندك خبرات كبيره ولعبت في النادي الاهلي، ايه رايك في موسيماني في الفتره الاخيره؟ في الماتشين اللي هم قبل امبارح دول يعني حسيت كده تغييراته اتاخرت شويه، بلعب مع فرقه اقل مني في المستوى اللي هي سيمبا وهم كسبانيني، وانا بلعب بخمسه في نص الملعب، انا عايز اكسب. طب انا بلعب بخمسه ليه؟ انا يعني انا استغربت الموضوع ده، ان انا بنزل اثنين بلعب باربعه ديفندرات صراحة قدامهم قفشه قدامهم فيرويد وانا خسران، طب ما انا عايز اكسب الماتش يعني، احاول اجازف شويه. ما تعتقدش ان هو اكيد بيسمع التعليقات ديت واكيد بيستفيد، اي لاعب يستفيد من اخطائه وكمان المدير الفني بيستفيد من اخطائه، ما تعتقدش ان حتى في مباراه طلع الجيش استفاد من النقطه ديت ان هو رغم الاداء مش مقنع لكن على مستوى التغييرات كان موفق، وهو لعب بعدد كبير من المهاجمين في فتره معينه تقريبا اخر 10 دقائق لعبنا بقوه هجوميه بشكل كبير جدا اسفرت عن هدف. انا قلت لحضرتك قبل ماتش الجيش، لكن ماتش الجيش لا، الدنيا مختلفه تماما. انت دلوقتي متعادل 1-1 ومع الجيش بتطلع ديفندر وبتنزل فيرويد، يعني انت كنت بتلعب بالسوليه لوحده وقدامك قفشه وبتلعب بفرودين وطرفين، فلا يعني الامور اختلفت. يمكن التعليقات اللي اتقالت او هو زي ما حضرتك بتقول هو استفاد منها وتعلم منها فبدا يصلح في ماتش الجيش. لما عملت الشكل ده وبدات الجازف ربنا كرمنا في اخر الماتش وقدرنا نجيب جون وقدرنا نحصل 3 نقط يعني. صحيح. بس
هو النهارده يعني موسيماني في سجله او يعني لحد دلوقتي مشواره مع الاهلي يمكن لعب 27 مباراه، ما خسرش غير ما اتغلبش غير مرتين، يعني قدام البايرن وقدام سامبا وقدام سامبا التنزاني. في النهارده البعض اللي بيتدخل في الامور الفنيه لدى المدير الفني، يعني ما نزلتش فلان ليه؟ فلان قعدته ليه؟ فلان مش عارف عملت فيه ايه؟ بعض التدخلات من بعض الاشخاص، افتكر كمان ان هي بتوصل لموسيماني، تفتكر ده بيبقى تاثيره ايه على المدير الفني؟ لا انا يعني من وجهه نظري مستر موسيماني عنده شخصيه اللي هو ما تاثرش عليه الحاجات الخارجيه. انا راجل مدير فني ملم بالفرقه وملم بحال الفرقه، فانا اكتر واحد انا ادرى واحد بحال الفرقه وبحال اللعيبه. على اقدر العب مين او ما العبش مين او انزل مين او ما انزلش مين، دي بتبقى راجعه لمستر موسيماني نفسه بشخصيته. طول ما هو عنده شخصيه وعامل شخصيه لنفسه ما اعتقدش ان هو يقدر يتاثر بالعوامل الخارجيه، هتبقى قليله او التاثير بالعوامل الخارجيه هتبقى قليله بالنسبه له. يعني كل الارقام بتقول انه ماشي بشكل على مستوى النتائج، ماشي بشكل رائع. ننتقد في تغييره في تشكيله، لكن دايما محصله المدير الفني على مستوى البطولات، الراجل محقق بطولات مع النادي الاهلي في فتره قليله. زي ما بقول لك يا فاروق، ممكن ننتقد، من حق الجماهير تنتقد خروج تشكيل، طب تاخير في تغيير، كل ده وارد، لكن دايما بنيجي عند المحصله. المحصله ايه؟ محصلة زي ما قالت سهام، انت بتتكلم في 27 او 28 مباراة ما اتغلبتش غير ماتشين، ده شيء هايل. خدت مباريات تقيلة، نفتكر مباريات الوداد، نفتكر كاس العالم للأندية، نفتكر التاسعة، فكل دوت يحسب رصيد ليه طبعا. وبالتالي اعتقد ان هو كمان في طريقه لتغيير يعني مفهوم شوية التشكيل، شوية هيبدأ يثبت التشكيل. هكلمك عن مباراة فيتا كلوب كمان يوم السبت اللي جاي، يمكن قفلنا يعني موضوع طلاع الجيش، الحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا، الأداء عليه علامات استفهام. لكن رؤيتك بقى كمان في المشوار الأفريقي، خاصة أنت عارف أن المجموعة مشتعلة بلغة الكورة، المجموعة مشتعلة جدا، بس احنا محتاجين نكسب الماتش الجاي جدا يا كابتن. يعني احنا النادي الأهلي محتاج اللي يكسب فيتا هنا في ملعبنا، وبيحتاج يكسبه بره عشان نبقى مستريحين بعد كده في الماتشين اللي بعدين. انت راجل خلاص متصدر الدوري، متصدر المجموعه، فانت مش يعني لازم تكسب الماتشين اللي جايين عشان تقدر تصدر المجموعه، تبدا اللعيبه تستريح وتلعب بثقه وتلعب باداء كويس اللي الجماهير عايزاه. فالماتش الجاي بالنسبه للنادي الاهلي مهم جدا، وانا شايف ان هو من يعني من اهم الماتشات اللي هتبقى في المجموعه. الماتش الجاي ده لو كسبناه هيبدا يريح اللعيبه واحده واحده بعد كده. في تغييرات تفتكر في التشكيله مثلا؟ ما فيش يعني طب انا هسالك سؤال، تفتكر يبدا بقى بديانج بدل حمدي فتحي، وخاصه ان حمدي فتحي خد الانذار الثالث ومش هيشارك في مباراه الاسماعيلي، هل من الطبيعي انه خلاص يدخل بقى يبدا بديانج جنب عمرو السوليه؟ دي يمكن التغييره، ممكن تكون التغييره الوحيده، ولا انت شايف على مستوى الهجوم ممكن يكون في تغيير في البوزيشن او في الافراد؟ في ماتش فيتا كلوب ما اعتقدش ان هو غير حمدي فتحي، هيفضل حمدي والسوليه زي ما هيتواجد مع حمدي والسوليه. والماتش الدوري اللي بعد كده ديانج هيلعب، ما فيش مشكله، لكن انا في الماتش الجاي حمدي والسوليه يفضلوا في الملعب زي ما هم. في الناحيه الهجوميه بقى يعني غالبا ممكن محمد شريف يقعد ويلعب بواليه. مش غالبا يعني انت مش من يعني في مدربين كده بتحب خلاص ادي شريف مباراة الأداء ما كانش كويس على الفرقة كلها، ممكن يكمل مع شريف ويديله تاني وكمان بواليا لما نزل عمل إفكت، يعني عمل كمان شغل. فتفتكر إنه تاني هيقعد شريف ويلعب بواليا، ولا هيدي كمان شريف جزء كبير من المباراة في أول 60 دقيقة 70 دقيقة وينزل كمان بواليا في الشوط التاني؟ أنت مع أني فيهم؟ انا اصلا كنت من الاول خالص مع شريف، ان هو شريف اصلا كانت رجليه في الملعب وكان على طول بيجيب جوان وكانت الامور ماشيه بالنسبه له كويس. انا من الاول كنت مع شريف، لكن انا غالبا الماتش الجاي اعتقد ان هو هيدي بواليا. ماتش افريقيا وبواليا راجل افريقي زيهم، فبيقدر يتعامل معاهم كويس، بيقدر ياخد فاولات كويس، بيقدر يتعامل مع الماتشات دي كويس يعني. وشريف هيبقى تغييره غالبا، يعني وغالبا شريف هيبقى تغييره. يعني ما اعتقدش ان هو غير كتير في التشكيل، مش هيبقى في تغيير كتير، يعني هيبقى ثابت على التشكيل. هو التغيير الوحيد ممكن يبقى شريف ببولي. انت كابتن هاني بتتكلم كمان، يعني انت عندك في تقارب في مستوى اللعيبه، يعني انا النهارده مثلا لما احط ديانج مكان فتحي او العكس، او انت بتتكلم على يعني ما فيش فروقات كبيره جدا
لا بين يعني في ارتياحية كبيرة جدا بالنسبة لموسيماني، وده يمكن اللي احنا المرونة الخططية او العدد اللي عنده ده وفر له النهاردة، اكرم توفيق ممكن، ديانج ممكن، عشان كده برضو افتكر ان هو خرج يعني هو حتى عنده مفاجآت. يعني في كان في سؤال من خلال المؤتمر الصحفي للنقطة اللي بنتكلم عليها دي، احد الصحفيين سأل موسيماني انت ليه ما ديانج ما بيلعبش، قالها كده، فقال له ديانج بيلعب كل ماتش، فقال له لا يعني بلغه الكوره كده ما بيبداش، فقال له انا عندي دلوقتي عمرو السوليه هايل، ايوه، عندي حمدي فتحي لعيب دولي، عندي ديانج لعيب دولي. لا عجبني رده لما قال لك انا لو كنت قعدت حمدي كنت هتسالوني على حمدي، يعني لو كنت قعدت السوليه هتسالوني على السوليه، يعني بس هو بعض الناس يعني بتقول علامه استفهام ان كان ديانج كان رجليه زي شريف كده، رجليه في الملعب، وبالتالي لكن عامه كل ده دي رؤيه مدير فني بالزبط. لانه هو اللي بيتحاسب في الاخر وهو المسؤول عن اختياراته بشكل كبير جدا، وما علينا ان احنا السبورت ليه، السبورت للعيبه، ننتقد زي ما احنا قاعدين، لكن في الاخر اكيد احنا سبورت للفريق وحتى لاختيارات الجهاز الفني يعني بالظبط يا كابتن. وزي ما سام قالت مفيش فروقات كتيره، يعني حمدي غاب، ديانج لعب، ما بتحسش بالفرق. علي معلول الوحيد اللي بتحس بالفرق شويه يعني، وليد. مع اني برضه وحيد ادى بشكل كويس، بس لا علي معلول في حته تانية يعني، حاجه النهارده وحيد اول مره يشارك في الموسم ده مع الاهلي بالظبط. يعني ادى ماتش المريخ كويس، الماتش اللي فات يعني مش قوي، مش قد كده، لكن هو الوحيد اللي بيفرق معاهم علي معلول، لكن بقيه الفرقه لما بتشيل طاير وتحط كهربا ما بتحسش بالفرق، بتشيل حسين بتحط كهربا برده ما بتحسش بالفرق، شريف وديا وبواليا مش ما فيش فرق، اجايه موجود برده، لو لا مواليد بيبقى موجود، يعني الميزه في النادي الاهلي ان انت عندك اوراق بالظبط 20 لعيب مثلا ولا 23 لعيب مستواهم متقارب، لما بتشيل حد وبتحط حد تاني ما بتحسش بالفرق قوي في الـ في الـ في المكان اللي موجود فيه. بمناسبه اجاييه برضو عايزينك تعلق على اجاييه، لانه الحقيقه كان فارق امبارح برضو مع مباراه، بعد مباراه مهمه وبعد غياب يعني الكل اللي ممكن يكون يعني معظم الناس ممكن كانت تتوقع انه اجاييه لا مش هيرجع لحالته البدنيه، يمكن حتى كمان يمكن يعني بعده عن اسرته، العامل النفسي برضه بيأثر جدا مع اللعيبه اللي زي اجاييه، فقيم لي مستواه امبارح، الاداء الرجولي برضه اللي ظهر بيه عليه ابو خالد. ده اجاييه لعيب كبير، اجاييه من يعني من اللعيبه اللي في مصر اللي الكوره ما بتقطعش منهم سهل، طول ما الكوره تحت رجليه ما بتقطعش منه سهل، ولما بتقطع منه بيعرف يجيبها على طول في نفس الوقت. امبارح كان في اداء رجولي 10 على 10 من اجاييه، الكره لما بتقطع منه بحس ان هو بيجري ورا الكره عايز يجيبها باي طريقه، بيتزحلق، اول مره اشوفه بيتزحلق، بيتزحلق على الكوره، بيطلع الكوره اوت، بيكمل في الكوره، بيقف على الكوره كويس، بيعرف يلعب اللعيبه. لا اجاييه لعيب كبير، لعيب كبير قوي قوي قوي، ومفيش غنى عنه في الملعب بصراحه انا من وجهه نظري. اجاييه طبعا عوده قويه جدا، وزي ما بنقول يعني ان شاء الله مع عوده وليد سليمان، عوده حتى ناصر ماهر، ناصر ماهر من اللعيبه المميزه جدا، ممكن يلعب رقم 10، في عندنا محمود متولي كمان راجع، محمود متولي من اللعيبه المميزه، سرديباك وفي وسط الملعب، علي معلول وده مهم جدا، مفتاح لعب مهم جدا جدا، كل التحيه طبعا لمحمود وحيد، لكن علي معلول بيعمل الفرق، يعني بيعمل هو الفرق، بيعمل الجزء الفرق خاصة في الجزء الهجومي في الناحية الهجومية، لا بيعمل فرق كبير، يعني بتحس ان الكرة مع علي معلول بتحس ان في خطر، حتى مش لازم بيوصل للخط عشان يعمل الكروس، لا ممكن بيعمله من نص الملعب، بيعمل ثرو من نص الملعب، بيغير الملعب الناحية التانية، لا علي معلول بيعمل فارق كبير في النادي الاهلي يعني، وان شاء الله يرجع، ويعني وكل التحيه طبعا، كل ما يكون عندك لعيبه جاهزه كل بالزبط. لان عندنا مسابقات كتيره جدا جدا، وهاخد رايك بقى في الدوري نفسه، اكيد متابع الدوري المصري بشكل كبير جدا، متابعه ازاي، ايه الفرق المميزه بالنسبه لك النهارده، تعثر نادي الزمالك مع وادي دجله 0-0، ده كمان بيدي ادفانتج للنادي الاهلي، لسه عنده مباريات مؤجله، وانت عارف متعود وانت في النادي الاهلي لما النادي الاهلي بيمسك في الصداره ما بيسيبهاش خالص يعني. الدوري يا كابتن يعني انا كنت حاسس ان هو هيبقى احسن من كده، حاسس انه كان هيبقى احسن من كده قبل الدوري ما يبدا. اوكي. كنت حاطط في دماغي ان هو هيبقى احسن من كده، الفرق دعمت كتير، بيراميدز دعم بناس كتيره، كل فرقه دعمت بشكل كويس، لكن ال الشكل اللي باين دلوقتي لا مش باحسن شكل بصراحه، مش باحسن حال يعني، الفرق مش ماديه باحسن. مفاجاه بالنسبه لك ان رغم بيراميدز صرف كتير وعنده نجوم كتير انه في المركز ده او
بعيد عن حتى المربع الذهبي كان بعيد خالص عن المربع. مفاجاه جدا، مفاجاه كبيره جدا، مش بالنسبه لها بالنسبه لمصر كلها يعني، الناس بالاسامي اللي موجوده وبالصفقات اللي جابوها قالوا بيراميدز هينافس على الدوري، لكن بالشكل ده في المركز ده في طموحات كبيره لناس كثيره يعني. المفروض كان في طموحات كبيره، بس لا ما فيش اي طموح خالص ولا اي شكل خالص في بيراميدز، مادي بشكل مش كويس خالص، مش احسن حاجه يعني. مين الفرق الثانيه برضو اللي انت شايف انها مفاجاه بالنسبه لك؟ بقى مفاجات ايجابيه، خلينا في الايجابيات شويه. شايف ان الفرقه ديت قبل ما يبدا الدوري شايف انها لا مش هتعمل حاجه، ولا مع تقريبا احنا دخلنا في الاسبوع ال 14، مين الفرقه اللي بالنسبه لك مفاجاه ايجابيه يعني؟ سيراميكا. سيراميكا مأديها بشكل كويس جدا، وبتعمل ماتشات كويسه وبتكسب ماتشات كتيره كويسه. والاتحاد برضو مع كابتن حسام ماشي بشكل يعني مش معقول يعني. خسر النهارده بس ماشي بشكل كويس يعني، الماتش اللي قبليه باين كسب 4 فعامل ماتشات كويسه يعني. مين تاني موجود على المستوى الايجابي؟ مش شايف مثلا الجونه على سبيل المثال؟ الجونه كمان بيأدي بشكل كويس، قبل السيزون كان الجونه الناس بتقول لها تاني هتصارع على الهبوط، وجود رضا شحاته ما تعتقدش انه ادى اضافه للجونه بشكل كبير جدا. الجونه دلوقتي يعني يمكن في المركز الرابع او الخامس، فده بالنسبه لك مش مفاجاه ايجابيه؟ يعني هي الايه مش ايجابيه، لان هم كانوا يعني مع كابتن رضا بيأدوا بشكل كويس بالظبط، يعني مع كابتن رضا شحاته بيأدوا بشكل كويس، فده متوقع منهم. هو مش مفاجاه، لا ده المتوقع من الجونه ان هم يأدوا بشكل كويس يبقى في المكانه دي. لكن انا بتكلم في المفاجاه ان فرقه زي سيراميكا طالعه من الدرجه الثانيه مأديه بالشكل ده، لا دي مفاجاه كبيره يعني، وعامله شكل كويس مصر وعامله ده كويس. مش مفاجاه بالنسبه لك؟ هو كمان ما عندوش التدعيمات اللي عملها سيراميكا يعني. على سبيل المثال هو بس مصر المقاصه فيها لعيبه اصلا كويسه يعني، فيها لعيبه كبيره وفيها اسامي كبيره وفيها اسامي كويسه، ومعاهم مدير فني لا كويس جدا جدا، كابتن ايهاب جلال عامل شكل كويس جدا مع الفرقه. فهم اصلا كانوا مقدم يعني، انا لما كنت بلعب في المقاصه مع كابتن ايهاب كنا واخدين مركز رابع، والماتش والسنه اللي بعدها كانوا واخدين مركز رابع 23 نقطه افتكر او 24 صح؟ 23 نقطه. لاعبين ماتشات زياده شويه، لكن طبعا كان كل التوقعات، وخاصه ان فريق المقاصه مر بظروف صعبه شويه، سبونسر جديد بالزبط. كابتن ايهاب جلال راح ورجع، كان تقريبا في الجزء الاخير من الدوري، لكن دلوقتي وجوده في المربع الذهبي شيء يحسب للعيبه والجهاز الفني اكيد يعني. يعني هم بس هم ده الطبيعي بتاعهم بتاع مصر المقاصه. كان في شويه خلافات وشويه مشاكل هناك، وزي ما حضرتك قلت سبونسر جديد، بس ده الطبيعي ان هم مع كابتن ايهاب جلال ومصر المقاصه، لا ده مكانهم الطبيعي. زي الجونه مع كابتن رضا شحاته ده مكانهم الطبيعي، لكن بنتكلم فرقه لسه صاعده لا بيبقى شكلها كويس يعني، هي عامله مفاجاه في الدوري السنه دي لحد دلوقتي يعني. صحيح. احمد صحيح. كشري ممكن يكون مفاجأة مع الإنتاج، طبعا المدرب الجديد بدل طبعا الكابتن كبير حمد السيد صح؟ ممكن جدا يبقى مفاجأة مع الإنتاج، زي ما كان مفاجأة مع أسوان وأدى بشكل كويس وعمل موسم كويس جدا مع أسوان. ممكن باللعيبة بقى والإمكانيات بتاعة الإنتاج اللي هي أعلى شوية من إمكانيات نادي أسوان، لا ممكن يعمل حاجة كويسة وممكن يأدي بشكل كويس يعني. هو طبعا مدرب هايل بالانتاج الحربي في ظروف صعبه طبعا، في ظروف صعبه جدا يعني. عندهم مشاكل كتيره على المستوى الفني، كنا زي ما قلنا كان في كورونا كتيره جدا، الكابتن مختار ثم جه الكابتن حماده صدقي، دلوقتي كابتن حماده صدقي راح الهلال السوداني، وبالتالي مهمه مش سهله يعني، مهمه مش سهله للكابتن احمد، لكن كلنا ثقه فيه ولا على اللعيبه. طبعا ولا اللعيبه، هو طبعا يعني الجهاز على الفني حس... طبعا التاقلم، وان انت بقى على بال ما تنفذ تعليمات اللي طالبها منك المدير الفني ده برضو صعب، بيكون صعب، وهي الاستقرار ده بالظبط. وهي مهمه صعبه، وهو ماسكهم في ظروف صعبه شويه، بس لا يعني زي ما كابتن هاني بيقول كلنا ثقه في كابتن كشري ان هو يقدر يعمل حاجه مع نادي الانتاج، لان هو مدرب كبير مدرب كويس جدا وبيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس يعني، بيعرف يقرب من اللعيبه بشكل كويس، بيعرف يجذب اللعيبه ليه، بيخلي اللعيبه تحبه. فبالتالي طول ما انت في علاقه بينك وبين المدرب بتاعك كويسه، او في حب بينك وبين المدرب بتاعك، تقدر تنزل الملعب بتادي احسن حاجه عندك عشان خاطر المدرب اللي موجود بره يعني. هو عموما دلوقتي الانتاج الحربي في المركز ال 16، اعتقد انه مع كابتن احمد كشري يعني يمكن يحدث الفارق يعني. بالظبط، لسه بدري يعني. ان شاء الله كل التوفيق لاحمد لانه مدرب كويس يعني. عايز اكلمك عن لعبت قدام الاسماعيلي كم مره مع النادي الاهلي؟ مع النادي الاهلي لعبت حوالي 5 مرات. 5 مرات دايما مباريات الاهلي والاسماعيلي تبقى مباريات قمه طبعا. يعني حتى بغض النظر ان الاسماعيلي في انهي ترتيب في الدوري، لكن بتبقى مباراه قويه جدا. بعد المباراه اللي جايه على مستوى الدوري هتكون مباراه للنادي الاسماعيلي، رايك ايه في الاسماعيلي السنه دي من خلال طبعا عدم يعني
وجوده في 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 مرتبه لا تليق باسم النادي الاسماعيلي؟ يعني الاسماعيلي يعني مش عارف، اللعيبه ممكن ما تكونش حاسه ان هي بتلعب في النادي الاسماعيلي او لابسه تيشيرت النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي نادي كبير، لما بتلعب لما بتيجي تلعب ماتش اهلي واهلي واسماعيلي لا بيبقى فيه كانك تلعب اهلي وزمالك بالظبط، يعني قمه الدوري المصري اهلي وزمالك، ثاني قمه الاهلي والاسماعيلي. صحيح الماتشات بتبقى كبيره، ماتشات يعني اسمين كبار بيبقى موجودين في الملعب. اللعيبه يعني ما اعرفش ممكن ما تكونش حاسه بقيمه التيشيرت اللي هي لابساها بتاعت النادي الاسماعيلي، مش مقديه بالشكل كويس، ما عندهاش غير على النادي شويه، ما بتغيرش على التيشيرت اللي هي لابساه. اوقات كتير بتفرج على الاسماعيلي بحب ما بحسش ان في لعيبه في الملعب يعني اللي هي بلغه الكوره ما عندهاش النحراره اللي هي على الكوره، او ان هي عايزه تجيب جون، او ان هي مثلا خسران عايزه تتعادل. الروح مش موجوده بالظبط، يعني عايزه خسران عايزه تتعادل، متعادل عايزه اكسب، لا ما فيش الروح دي، الروح مش موجوده يعني قل شويه عند نادي الاسماعيلي او عند لعيبه نادي الاسماعيلي. يعني ايه السبب فقدانها يعني؟ لا السبب فقدانها دي بتبقى في النادي بقى، بتبقى جوه النادي بقى في مشاكل في النادي، في مشاكل ماديه، اللعيبه مش واخده مثلا مرتباتها، بتبقى حاجات جوه النادي كده. ما جبتش برضو سيره الاداره الفنيه، تغيير المدربين اكيد اثر بشكل سلبي، يعني مدربين كتير جدا في النادي الاسماعيلي اكيد بيأثر سلبيا على اداء اللعيبه يعني. بالظبط، يعني ما كل شويه مدرب، عقبال ما بفهم اللعيبه او باخد بفهم عقليه اللعيبه باخد وقت، ماتش ماتشين ثلاثة بيمشي بيجي مدرب تاني، عقبال ما بياخد الوقت برضو نفس النظام، فخسارة ولا خسارة وخسارة بتقلل شوية من المستوى بتاع النادي الإسماعيلي واللعيبة يعني. عايز أفكر المشاهدين بسؤال حلقتنا النهاردة. النهاردة مش عندناش سؤال، عندنا رسالة، أو إيه اللي أنت عايز تقوله أو تقوليه لمحمد الشناوي الحقيقة اللي تألق في مباراة امبارح وقدر انه يصنع الفارق. السؤال ده انا عايز اساله برضو لكابتن فاروق اللي مشرفنا، ايه اللي انت عايز تقوله لمحمد الشناوي؟ لا الشناوي السد العالي بتاعنا يعني. رساله بقى للشناوي. عايزين رساله للشناوي. الشناوي اصلي صاحبي من زمان جدا، يعني احنا متربيين مع بعض من احنا صغيرين، احنا جيل واحد وفرقه واحده ولعبنا مع بعض في الناشئين في الاهلي. فلا الشناوي يعني انا بقول له ربنا يكرمك ويوفقك وتكمل زي ما انت، وربنا يكرمك باحسن حاجه موجوده يعني. تتواصلوا مع بعض على طول؟ على طول يعني. يعني على طول بنبقى مع بعضينا، بنكافئ تليفون، بنخرج مع بعض يعني، على طول مع بعض انا والشناوي يعني. طيب احنا طبعا الشناوي الحمد لله بيأدي اداء اكتر من رائع طبعا، زميل من الصغر. عايزين نعرف انت كنت شايف في الشناوي وهو صغير بيتمرن معاك لسه انك تشوفه بهذا التألق؟ نعرف الكلام ده منك يا فاروق، لكن بعد الفصل. في حكاية حلوة هنا كانت يعني بتتحكى قبل ما نروح لفاصل، واحنا بنسأل السؤال الخاص بمحمد الشناوي، الرسالة اللي انت تحب توجهها لمحمد الشناوي. فاتضح ان كابتن عبد الله فاروق وكابتن محمد الشناوي يعني حبايب من هم عيال صغيرة. محمد مواليد 88 وانت مواليد 87، فكنتوا مع بعض في ناشئي الاهلي. وكابتن هاني سأل سؤال حلو قوي، كنت متوقع له، كنت متنبئ له انه فعلا يكون حارس مرمى مصر الاول؟ بأمانة بأمانة, بأمانة. والله بأمانة يعني. الشناوي من صغره موهوب، عنده موهبة الحارس المرمى، في جوان بتتعلم، لكن في جوان موهوبه. الشناوي موهوب، في حارس مرمى يتعلم، بيتعلم، في حارس مرمى موهوب بالظبط يعني. شناوي موهوب، شناوي موهوب، عنده موهبه من صغره، عنده من صغره شخصيه ما بيخافش، من صغره عنده اصرار وعزيمه على يعني على اللعب. هو مثلا بيبقى جون تاني او تالت لا بيبقى هتدوس على نفسه ويتمرن كويس وبيتمرن بره كتير وبيشتغل على نفسه كويس عشان يقدر يوصل للهدف اللي هو عايزه. لا عنده شخصيه، هو شخصيته قويه ومع نفسه جدا وما بيخافش من حاجه. انا بايدها في عمليه الشخصيه، لان في مواهب كتير وفي ناس بالزبط. بتبقى عندها الموهبه، لكن اللي بيكمل الموهبه دي الشخصيه والاراده والعزيمه. عايز اكلمك على الفتره اللي كان فيها محمد الشناوي خارج النادي الاهلي، وهو كان معانا طبعا هنا كذا مره في البيت الكبير، وقد ايه كان هو حتى وهو رايح النادي بيفكر ان انا هقعد سنتين ثلاثه، لكن انا الهدف ان انا ارجع تاني للنادي الاهلي. كان الفتره دي كان بيكلمك بيقول لك ايه؟ وانتوا طبعا اصحابه وعلى تواصل دايما يعني. هو الشناوي ماشي يعني، ماشي من الاهلي او طلع بره الاهلي اعاره عشان عايز يلعب. مظبوط، طول ما هو بيلعب وماشي كويس يقدر يرجع النادي الاهلي تاني. صحيح. وهو ده اللي عمله. لما كنا بنتكلم مع بعض على طول انا بلعب وماشي كويس وبعمل اللي عليا وبجتهد عشان عايز ارجع النادي الاهلي، ويوم ما هرجع النادي الاهلي هرجع رقم واحد، مش هرجع ابقى رقم 3. مش هرجع ابقى رقم 3 ولا رقم 2، لا هرجع النادي الاهلي هبقى رقم واحد.
لا يعني هو اشتغل على نفسه كتير واجتهد كتير و اتمرن، يعني كان بيتمرن فوق الطبيعي. يعني مثلا اللعيبه بتتمرن ساعتين في التمرين، لا هو بيتمرن في النادي، بعد ما بيخلص التمرين بيروح الجيم يشتغل على نفسه، بيتمرن بيتمرن كتير، لا مركز وليه هدف وبيقدر يوصل له يعني. وكان هدفه طول الوقت حتى لما خرج من النادي الاهلي انه يرجع للنادي الاهلي، انه يرجع للنادي الاهلي. فالموهبه والاصرار مش بس ان انت تتعلم او تفضل ان انت تصر، حتى في ناس يعني بتبقى اقل موهبه لكن اصرارها بيعملها، يعني اصرارها بيخليها يعني بتبقى في حته تانية. وفي مثال على كده من لعيبه كتيره جدا، يعني في ناس كتيره جدا اصرارها هو اللي صنع اسمها فعلا، خلتها تكتب يعني اساميها يعني باحرف من ذهب زي ما بيقولوا. محمد الشناوي كمان مش بس على المستوى الفني، افتكر في اوضه اللبس فارق. بالظبط. فارق كقائد، فارق مع اللعيبه، في حاله حلوه في اوضه اللبس، وافتكر ده برضو سبب من اسباب نجاح اي فريق المعتمد على الاستقرار من داخل الاوضه دي بالذات. بالظبط. طول ما في قائد في الفرقه بيعرف يلم الفرقه وبيعرف يتكلم معاه واللعيبه بتحبه، لا الفرقه بتبقى ناجحه. هو مش شرط يبقى جوه الملعب بس شاره وقائد في الملعب، لا بره الملعب اهم كتير من جوه الملعب. طول ما انت بره الملعب قائد وبتعرف تلم فرقتك وبتعرف تتكلم مع الفرقه بتاعتك، بتنعكس في جوه الملعب، يعني بتلاقيها جوه الملعب، بتلاقي اللعيبه كلها روح واحده وقلب واحد، بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض، اللي بره الملعب بينعكس جوه الملعب. طب قول لي ازاي توقعت ان الشناوي هيلعب في كاس العالم رغم وجود عصام الحضري؟ كان احمد الشناوي طبعا، واحمد من الحراس المميزين جدا، لكن عارف وانت يعني كنت مصمم وقلت له والله قلت له يا كابتن، يعني قبل كاس العالم كان هو بيروح جون رابع، قلت له لا يعني اتمرن كويس وشد حيلك وانا عندي احساس ان انت هتلعب وهتبقى الجون رقم واحد يعني. قال لي يا عم انا بتمرن وبعمل عليا بس حاسس ان هي بعيده، قلت له لا يعني اتمرن واعمل عليك وان شاء الله ربنا يكرمك وهتبقى رقم واحد. ربنا اراد احمد الشناوي خلصت طبعا انت على الشناوي ربنا اراد خلصت على حسام بالظبط. الشناوي اتصاب والحضري مش عارف حصل ايه، فلقيت الشناوي رقم واحد وما شاء الله ابدا احلى ماتش في حياته. انت كنت بتشجعه از اصحاب يعني ولا انت فعلا كنت شايف فيه لان انت عارفه من لا انا عارف ان هو عنده انا عارف ان هو عنده الشخصيه وعنده الاصرار والعزيمه ان هو يوصل للهدف ده، فانا قلت له لا يعني ان شاء الله هتبقى رقم واحد والحمد لله بقى رقم واحد. هو اشتغل على نفسه كويس قوي بصراحه، وحتى لما زي ما انت بتقول هو كان رايح منتخب يمكن ثالث او رابع، لكن خلي بالك لكل مجتهد نصيب، يعني ساعات كده بتبقى ربنا كاتب للواحد حتى هو مش متوقع ان يلعب ويبقى نمره واحد. وخلي بالك مباراه اوروجواي في تاريخ مصر هتبقى بالنسبه لمحمد الشناوي مان اوف ذا ماتش، بطل او رجل المباراه في مباراه في كاس العالم، فده شيء كبير جدا جدا للشناوي يعني. وده اعتقد خد بقى الانطلاقه من المباراه ديت. كلمك بعد المباراه؟ كلمني بعد اي مباراه؟ لا ما كلمتش ولا انت كلمته؟ مش انت قلت له انت هتلعب؟ لا لما رجع من السفر انا كلمته بقى ونزلنا مع بعض وخرجنا مع بعض وقلت له انا مش قلت لك ان انت هتبقى رقم واحد وبتاع؟ لي الحمد لله وربنا كرمني وقعدنا بقى وعزمنا العشاء. ايوه كده عزمنا العشاء. احنا بنشكرك جدا جدا. انا والله اللي بشكرك جدا وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وشرف ليا شرف كبير قوي ان انا كنت معاكم النهارده. انت اللي منورنا بالتوفيق ان شاء الله في مشوارك، ان عارف انك مدرب كويس، ذاكر واجتهد وان شاء الله باذن الله تكون مدرب واعد في المستقبل ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. شكرا. طيب احنا بعد الفاصل هنستقبل طبعا الكابتن الكبير حارس مرمى الاهلي السابق كابتن احمد فوزي، خليكم معانا بعد الفاصل.